السؤال الأهم اللي لازم نطرحه النهاردة أو في أي يوم، السؤال الأهم اللي لازم نطرحه هو إحنا ليه بقينا قلقانين لهذا الحد؟ هو إحنا مش هنخلص من كابوس المواعيد؟ هو إحنا مش هنخلص من كابوس هو هيحصل إيه يوم 25 يناير؟ هو هيحصل إيه يوم 6 أبريل؟ هو هيحصل إيه يوم 6 أكتوبر؟ هو هيحصل إيه؟ مش معقولة إن إحنا نفضل كشعب عايشين مهددين كل ما نختلف في الآراء فنحن أسرى تهديد إن البلد هتقع. البلد مش هتقع. وحتى لو كان في ناس غاضبة، وحتى لو كان في ناس معارضة، وحتى لو كان في مظاهرات، البلد مش هتقع. البلد فيها مؤسسات، المؤسسات موجودة لحماية هذا البلد، والبلد خلاص مؤسساته مكتملة، عندنا برلمان، عندنا حكومة، عندنا رئاسة، عندنا قضاء، عندنا المؤسسات مكتملة. على فكرة ممكن نختلف معها عادي جدا، وممكن نعترض ونعارضها عادي جدا، نعارضها من أول ناس تختلف مع سياسات السيد الرئيس، وناس تختلف مع البرلمان، وناس تختلف مع الحكومة. هذا مناخ صحي عادي عادي. فنرجو انه الحالة النفسية بتاعت انه كل ما هيبقى فيه تاريخ وكل ما هيبقى فيه دعوة لمظاهرة 1000 2000 5 ايا ما كان عددها، نكون احنا قاعدين حاسين بعداد الزمن وماسكين العداد ومرعوبين من الثورة الثالثة. ارجو ان احنا ما نعيش الاحساس ده، لانه هذا احساس، اي استاذ علم نفس يقولك ده احساس يعني لا هو مفيد لعمل، ولا مناخ جيد للاستثمار، ولا مناخ جيد للبني آدم نفسه. إن إحنا هنعيش في حالة القلق المستمرة دي على طول، خايفين من كل تاريخ. ما ينفعش. يجب أن نشعر إنه البلد ماشية في مسارها العادي، في مشاكل أو في